صار 6 أشهر على الوضع هذا. كم سيارة قلبت هنا ولا أحد يجي ولا أحد يسويها. حي الآبار شارع بغداد هذا. إيه. قرب مطعم العزايم. صار 6 أشهر. حوادث سيارة سعف قلبت، سيارات قلبت كثيرين سيارات. الصدام يصير من وراها. كم سيارة داموا هنا من وراها؟ بالنهار وبالليل بالليل قلبت 4 5 سيارات قلبت بالليل من وراها. يجي سريع ما يجلس الا يشوف الطاسة قدامه ويقلب. ان طالب يسووها طسه دمار هذا دمار هذا خلي يسووها يرتبوها صار له 6 أشهر يعني صار له 6 أشهر ما له حال يعني لا يجون يعالجوها لا يجون يبلطوها لا تصليح ماكو يجون يشوفوها يروحون يصوروها ويروحون كله كلاوات بكلاوات والله يا عده العالم مدت السيارات يعني كم سياره وكم حادث قلبت هنا يعني صارت حوادث كثيره هنا هاي مثلث منو خذها؟ هذه المحلات خذوا المثلث اي نبون السيارات يعني بلا فايده يجون يشوفوها يصوروها ويروحون اي فايده ماكو والله بالنهار وبالليل بالنهار وخاصه هذه التريلات هاي الطسه يجون من طريق بغداد ما يعرفون الشوارع مال الموصل يقلبون بيها اسعافات قلبوا بيها سيارات مدنيه قلبوا بيها الباحه هنا صار حادث وتكاونوا مو وراها كثير سيارات تقلب بيها حوادث تصير بيها زلمه هي ندعم ومات مو وراه نطالب انه يسووها يجون يصورون ويروحون ما حد يجينا يجي يصور وراها بشهرين ثلاثه يجي هم يعني يصور ويروح كل شيء ما نستفاد بس التصوير حتى الاسعاف قلبت هنا بيها شايل المريض مو راي الطسه حطينا علامه مثلث حتى العالم لا تقلب بيها لا تندعم بيها عائلة ندعمت مو وراها هنا كل ما واحد يشتاز واحد على سياره عم يتذى هنا مو وراها يعني هاي صار لها يمكن 3 أشهر يعني جت البلدية صورتها وطمشت عليها بس ما عملوا حل ما كل شيء ما عملوا قالوا بس بوري ما احنا نشتغل بس بواري بوري ما مكسور ما بيها كل شيء هاي هذا الشارع مهم شارع بغداد هذا شارع رئيسي يعني هذا شارع رئيسي يقول عن بلط شوارع عن نعمل كذا هذا رئيسي وخطر وسريع يعني الناشد المسؤولين ناشد البلدية على هذا الشارع من انه هو بالنفق اللوريات ما يمشي بيها فوق النفق اكو طسه هم تقلب كيف فوقات هذاك النفق فوق هذا الطسه كن بلطوها كن داست يعني التبليط مالهم هالشكل فشقي هالشكل يعني قلبت كيه هم وراه فوق النفق يا بدي سياره عبر بالضبط هم سياره قلبت كيه محمل ما يصير هالشكل لازم تتابعون الدوائر هاي الشغلات هاي.